بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله شباب حنبدأ في شابتر الترانسفورمز أو الترانسفورميشنز، التحويلات أو التحويرات على الجرافيكس اللي موجود عندها. على سبيل المثال لو تخيل في عندي كيوب مكعب، المكعب هذا بدي أنقله من مكانه لمكان آخر. الحركة هذه الترانسفورم تحويل، تحويل في المكان ترانسفورميشن. كذلك لو تخيل ان المكعب بده يعمل روتيت حوالين الاكس اكسس او الواي اكسس او الزد اكسس، برضه هذا ترانسفورميشن. تخيل المكعب ثابت في مكانه بس حجمه بده يزيد او يصغر، هذه برضه واحده من الترانسفورميشن. لو انا بدي اجيب صوره المكعب هذا او بدي اعمل له انعكاس، تمام، هذه برضه واحده من الترانسفورميشن اللي موجوده عندي. وبالتالي اليوم حنتعرف ان شاء الله من ناحيه رياضيه على مبدا الترانسفورميشن والتطبيقات تبعتها قدر المستطاع باذن الله. ترانسفورمز واللي هي عاده تقصد فيها السكيل، تكبير والتصغير، ترانسليت الازاحه او الموفمنت، ريفلكت الانعكاس، الشير او القص حنجيها في المعنى وان كان المعنى مش دقيق بالنسبه للشير، والروتيت واللي هو الالتفاف او الدوران حول العناصر الموجوده. لكن فعليا حنتفاجئ انه موضوع المواضيع هذه لها علاقه مباشره مع كتطبيقات للماتريسيز للمصفوفات. احنا تكلمنا على المصفوفات بدايه ما تكلمنا على الفيكتورز، مظبوط، وتكلمنا على احجام المصفوفات انه السايز تبعتها وكيف بدي اجمع وكيف بدي اضرب، وبرضه في الشابتر هذا موجود الكلام هذا، وان كانت النسخه الجديده من الكتاب بس انا الحين شفصل لهم الصحيح شغاله انه حاطه الماتريسيز شابتر لحاله قبل ايش ما تتكلم على الترانسفورميشن. لو انا اجيت في البدايه قلت لو في عندي نقطه بي اكس واي، هذه النقطه في 2D، هذه نقطه في 2D. لما انا بتكلم على ترانسفورم معناته انا بتكلم انه هذه النقطه تحولت او تحورت الى بي برايم، نقطه مختلفه، بحيث انه اكس برايم واي برايم هي الكوردينيتس تبعت النقطه الجديده. وهذا الكلام مش حيصير الا غير من خلال معادله جبريه، من خلال معادله رياضيه، مثل ان اجي اقول له انا اكس برايم تساوي اي اكس زائد بي واي زائد اي. اي وبي واي واي هي عباره عن كونستانت او ريال نمبرز، هي على بنسميها احنا الكوفيشنت تاعت الترانسفورميشن تبعتي. الان لو انا اجيت قلت لك النقطه 1 و3 بدها تصير عندي 5 و5، بدي احولها للنقطه 5 و5، معناته انا بقدر اجي اقول الاكس برايم بدها تساوي اكس زائد واي زائد 1، هاي معادله رياضيه. وفي نفس الوقت بقدر اقول واي بدها واي برايم بدها تساوي اكس زائد واي زائد 1. وبالتالي لما انا جيت طبقت المعادله هاي ما صارت 1 و1 انتقلت او صارت تحورت او تبدلت الى النقطه 5 و5 عبر المعادله. طيب لو انا في عنده نقطه ثانيه 0 و5 بده يصير شكلها بدك تاخذ 0 زائد 5 6، واي كذلك ايش 6، وكاني صرت بتكلم على معادله تديني دائما نقطه الاكس الكوردينيت تبعتها متساويات. هذه المعادلات بنسميها احنا ترانسفورميشن. ممكن يكون في عندي ترانسفورميشن اخر، اروح بحيث انه انا اروح اقول له اكس بدها تساوي اكس برايم زائد 1، بصير الكوفيشنت تبعت البي عندي هان 0، بصير الكوفيشنت تبعت الواي اللي هي البي 0، واجي اقول لك هان انه الواي تساوي واي برايم زائد 1، عفوا الواي برايم، عفوا انا عكست الواي برايم تساوي واي زائد 1، معناته السي هان ككوفيشنت صارت 0، تمام. وبهيك انا ممكن يكون في عندي تداخل، ممكن يكون في عندي اكس برايم تساوي 2 اكس زائد واي زائد 1، بينما الواي برايم تساوي واي، ما صارش عليها تغيير.
حسب الترانسفورميشن هذه، بالتالي المعادلات تبعتي هان الكو اوفيشنت، هذه المعادله بشكل كامل، والكو اوفيشنت هي اللي بتحكم نوع الترانسفورميشن اللي بده يصير عندي لاحقا. طيب لو انا جيت قلت النقطه تبعتي كانت في 3 دي، ايش اللي حيزيد عندي؟ حيزيد انه في الترانسفورميشن ان في عندي معادله زد برايم، مظبوط، لانه بتصير كل الكوردينيتس بدنا نعملها تحوير للنظام او للمعادله الجديده اللي موجوده عندها. طيب ليش الماتريسيز مهمه؟ لو طلعت في العناصر الموجوده عندي هنا شباب، الكوفيشنت 1 2 3 في الصف الاول، 1 2 3 في الصف الثاني، يعني ممكن اتكلم على مصفوفه 2 في 3، ولما كنت بتكلم زد او في 3 دي بتكلم مصفوفه 4 او 3 في 4. لكن المصفوفه هذه بدنا نعمل لها تحويل بسيط كمان شويه، خلينا نشوفه مع بعضنا. وبالتالي ليش المصفوفات، ليش الترانسفورميشن في الكمبيوتر جرافيكس بدي اروح اعالجها بالمصفوفات؟ لانه المصفوفات جزء مهم جدا في الكمبيوتر. وما تنساش انه حتى لما انا بتكلم على ايمج، الصوره هي عباره عن ماتريكس مصفوفه اكس وواي، مجموعه من البكسلز، وكل بكسل الى كوردينيت اكس واي، وبالتالي انا بقدر ايش اتعامل مع الكمبيوتر او اتعامل مع المصفوفات، لان هي النظام الانسب للكمبيوتر جرافيكس. طيب هنبدا مع الترانسفورميشن، وهنتكلم في الترانسليشن او الازاحه كاول ترانسفورم هنتكلم فيه اليوم. بشكل عام يا شباب الكارتيزيان كوردينيت هو عباره بوفر لي 1 تو 1 ريليشن شيب، علاقه 1 تو 1 بين مين ومين؟ بين النمبر والشيب. لما انا بجيت ارسم، لو جيت رسمت مثلث ثلاث نقاط وقلت لك بدي اروح انا اعمل ازاحه للمثلث بحيث ان المثلث يظهر هان، معناته انا في عندي النقاط بدي نعملهم ازاحه، تمام؟ بناء قديش مقدار الازاحه، والازاحه بدها تطبق نفس المعادله بدها تطبق على الاربع نقاط عشان انا اضمن انه المثلث بقي بنفس الحجم ونفس الاتجاه اللي مرسوم عليه. انا كل المطلوب مني بس اروح انا احركه، بدك تحركه باي اتجاه. على سبيل المثال لو انا رسمت لك هيك اكس وواي وقلت لك هاي في عندي مثلث هان، هاي المثلث وبدي انقله هان، بدك تزبه، كلام صح؟ المفروض الديستانس بين اي نقطتين تكون متساوية ولا لا؟ بتكون هيك الازاحة تبعتي سليمة. وبما انه الامر هذا حيتم من خلال معادلة رياضية، اذا انا ثبتت معادلة واحدة فقط معناته انا بقدر ايش؟ الازاحة. تعالوا نفكر بشكل بسيط مع بعض بصوت عالي الان، ايش القيم اللي بتتغير في المعادلة اللي عندي؟ على فرض ان النقطة هذه معروفة، هذه صفر وصفر، هذه بدي اقول واحد وواحد، وهذه اثنين وصفر، محور السمات فقط، قيم اكس ما تغير عليها ولا حاجة. اذا المثلث اللي بيطلع لفوق شويه معناته حتتغير القيم، وبالتالي انا بقدر اصيغ المعادله بحسب انا ايش بدي، وين البوزيشن الجديد، او بين قوسين اذا انا عرفت انا وين رايح بقدر احسب الديستانس واوجد منها معادله، تمام. وبالتالي لما انا بتكلم على ازاحه، خلي لو انا بدي اجي اتكلم هان اكس برايم بدها تساوي اكس القيمه القديمه زائد قديش، على فرض انه هان كانت هان 2 وهان في كمان 2 بتصير 4، وهذه واي برايم بدها تضل واي بدون تغيير. الان لما باجي بطبق النقطه 0 و0
حتصير 0 زائد 4 4 والواكنة هي 0 1 و 1 واحد زائد أربعة خمسة. الآن النقطة الأخيرة اثنين وصفر ستة. اثنين زائد أربعة ستة. ستة وصفر. وبالتالي هاي المثلث الجديد نفس الحجم ونفس الاتجاه بدون ما يكون عليه أي تغيير. طيب الآن معناته الترانسفورميشن هو عبارة عن معادلة خطية بسيطة هاي أو الترانسليشن معادلة خطية بحطها على النقاط حسب حاجتي. لاحظ لو أنا أجيب قلت لك أعطيني الكوفيشنت تبعت الإكس والواي والشسمه والكونستانت اللي كانوا موجودات في المعادلة الرئيسية. لما قلنا إكس برايم تساوي أي إكس زائد بي واي زائد سي. واي برايم تساوي اي اكس زائد دي واي زائد اف. حتما حتقول لي الكوفيشنت تبع الاي قيمتها حسب المعادلة هذه واحد. البي صفر. السي تساوي ثلاثة. وكذلك عند الواي. اللي انا بدي اوصله كمان مره شباب من خلال اعادتي للمعلومه هاي انه الكوفيشنت انا مش ضروري يكونوا كلهم قيم حقيقيه اكبر من صفر، ممكن تكون اكبر من صفر، ممكن تكون اقل من صفر، ممكن تكون كسور، وبالتالي انا بدي اقدر اعمل فيها ازاحه وتشتغل على الارقام حسب حاجتي. دكتور طب على اساس ايش حط زائد 3 وتحت واحد زائد 1؟ بس هو افترض المعادله خطيه بيروح يعمل ازاحه عشان ينقل المثلث او الشيب من المكان هذا لمكان اخر، بس مجرد بس ازاحه. تمام. وبالتالي هاي ازاحه يا علي. الان ازاحه 3 والواي الان تعال شوف لي هاي المعادله. بقول لي هاي البوليجون تبعي اوريجينال، بدي اعمل له ازاحه للمكان هذا، ايش النقاط؟ الان لو انا جت هاي اول نقطه كانت واحد على الواي، هاي مقدار الازاحه على الواي قديش؟ واحد. معناته واي برايم تساوي واي زائد واحد. هل هذا الكلام مع كل النقاط؟ هذه كانت صفر وصارت هنا واحد، هذه كانت هان اثنين وصارت هان ثلاثة، هذه كانت اثنين. طبعا على مستوى الاكس اثنين وهن صارت خمسة. هذه المعادلة اللي كانت موجودة هي فعليا بنعمل ازاحة، لكن نرجع بنقول هذه الارقام هي اساس، هي حسب الشكل او قديش المقدار الازاحة اللي بده يعملها. تمام. لو انا الان احيانا ممكن اديك المعادلة يا علي واديك الشكل الاساسي او اديك النقاط تبعت الشكل واقول له اعمل لي ترانسليشن بناء على المعادلة هاي، شو رك تساوي؟ خلص بدي اطبق المعادلة. ما تقوليش ليش، لانه انا المطلوب مني بدي ازيح الكورة عن الطاولة لنهاية الطاولة. إذا زحتها برا كمان حركة واحدة معناته حتقع برا، بالتالي أنا ملتزم بالكوردينيت اللي ممكن أنا أشتغل عليها. تعالوا نشوف بعناته الترانسليشن. لاحظوا أن الترانسليشن هو عبارة عن، أو مين اللي يتحكم في الترانسليشن شباب؟ السي والأف. السي والاف. يعني انا فعليا او بين قوسين عمليه الاديشن او عمليه الجمع او الاضافه او الطرح كذلك، لانه ممكن انا اروح اقول لك اكس برايم تساوي اكس ناقص 3 واي برايم تساوي اكس او تساوي واي ناقص 1. هذه في المنطقه هاي ولا لا؟ وبالتالي عمليه الجمع والطرح، عملية الجمع والطرح هان مع الكوفيشنت هذا بنتكلم على الإزاحة، بنتكلم على إزاحة. طيب
وشغلة مهمة جدا يا شباب انه دائما المعادلة عشان تكون الازاحة تبعتي حقيقية بدي اطبق المعادلة على كل النقاط. يعني لو انا اجيب قلت لك صفر وصفر واحد وثلاثة اربعة وخمسة روح اعمل لي ترانسفورميشن او اعمل لي ترانسليشن حسب المعادلة التالية x برايم ده تساوي x زائد 2 y برايم تساوي x زائد y زائد 3 كل نقطة بدك مباشرة مابينج عشان هيك بنقول لك هي عبارة عن 1 to 1 مابينج هاي في عندي الانبوت هاي الفانكشن وفي عندي ايش الاوتبوت الاولى 2 و3 الثانية 3 و6 اللي بعدها 6 و8 هاي النقاط ممكن يقولها دكتور ارسم الشكل اذا بيقول لك ارسم الشكل لازم اوفر لك الكوردينيت لازم اطبع لك على الصفحه اذا انا بقول لك ارسم الشكل لازم ارسم لك الكوردينيت واقول لك هاي النقاط تبعتنا 1 2 3 1 2 3 على الواي واقع عشان تقدر ترسم الشكل اللي موجود عندي هنا الان بدنا ننتقل للترانسفورميشن الثاني سكيلينج تحجيم او بين قوسين الان بيتكلم على مساحه على مساحه الشكل اللي موجود عندي هلا انا ما زلت بتكلم في 2D ترانسفورميشن 2D يعني اريا اظبط في ال 3D بتكلم على فوليوم بصير اتكلم على حجم الان شو يعني التحجيم يعني انا بدي ازيد الان بدي هذا الشكل يكبر للضعف مساحته تزيد للضعف بدي اضرب في 2 مين اللي بدي اضرب في 2 الاكس الاكس اذا انا بدي الشكل كله يصير 200% معناته بدي احداثياته كلها بدي اضربها في 2 او بين قوسين هروح اقول له انا الواي او الاكس برايم بدها تساوي 2 اكس والواي برايم بدها تساوي 2 واي لانه اذا انا بدي مساحه الشكل هذا تصير الضعف لازم اضرب في 2 اضرب الاكس واضرب في الواي تخيل هاي المثلث لو انت رحت فقط طبقت على الاكس الان على فرض هاد قديش النقطة 2 و3 هذه 4 و3 وهذه 3 و4 تخيل انه انا بدي اضرب في 2 فقط بس قيمة 2 الاكس هذه حتصير 4 هذه هي النقاط تبعتي حتصير ايش خلينا نكتبهم هنا هذه حتصير 4 و3 هذه حتصير عندك 8 و3 6 و3 تعالوا ارسمهم 4 و3 هي 4 و3 هيا انت بدك تعمل سكيلينج مالك بدك ترسم الشكل الجديد الان هي 4 و3 8 و3 الآن 6 و3 6 و4 عفوا ارتفاع المثلث ضل زي ما هو بس انت رحت مطيت البيز تبعته بناء على ايش على السكيل الاصل اذا انا بدي المساحة كاملة لما تصير الضعف الاكس والواي بده يصير 2 لو انا قلت له 2 واي معناته هذه حتصير 2 6 و8 وفعليا حيصير الهايت هذا ضعف الهايت اللي موجود عندي في المثلث عشان هيك ضروري انا انتبه قديش انا مقدار الشكل اللي عندي طيب السكيلينج كذلك تقتضي انه انا بدي اروح اصغر الحجم مش مستكبره لو انا بدي اصغره بدي اضرب في كسر بدي اضرب في كسر وبالتالي انت فعليا بدك تنقل المثلث او حجم المثلث حيتضاعف وبالتالي حجم المثلث مش يعني البوينت تبعتي ما ضلتش ايش مكانها هتتغير
باتجاهات مختلفة. طيب وبالتالي السكيلينج معناته أنا قاعد بتكلم على الدايركت كوفيشنت تبعت مين؟ تبعت الكوردينيت تبعتي. يعني الإكس براين تساوي اي اكس، معناته الاي هي عبارة عن السكيلينج فاكتور ولا لا؟ واي براين تساوي سي دي دي اكس زائد اي واي، السكيلينج فاكتور تبعت العناصر اللي عندي هان. اتفقنا الاي والاف هي عبارة عن الترانسليشن فاكتور، عناصر الازاحة. وين السي؟ سي سي مش قضية كتير. ليه؟ لا فمعادلة مين هاي؟ واي. معادلة تانية لما انا كتبت الان اكس برايم تساوي 2 اكس، واي برايم تساوي 2 واي، كيف نفسهم؟ هاي ثلاثة بس الكو اوفيشنت مرتبط مع مين؟ اذا انا كتبت لك الواي تساوي 2 اكس او 3 اكس اختلفت الامور معك، بطلت اتكلم على سكيلينج للقيمة تاعت الاكس تاعت الواي، صرت بتكلم على اديشن نيو فاليو. مظبوط؟ لكن لما انا باجي بقول لك 2 واي معناته كاني بكتب المعادله هاي تساوي 2 اكس زائد 0 في واي زائد 0 تساوي 0 في اكس زائد 2 واي زائد 0. كيف هاد زي بعض كوفيشنت؟ كوفيشنت تساوي اوكي يكون في المثال الموجود عندنا الان في الصوره هاي مش متساويات. كوفيشن تبعت الاكس 2 بينما كوفيشن تبعت الواي 1.5، تمام؟ مره ونص الواي ومرتين الاكس سكيلينج، لكن السكيلينج هذا مش ايكويفالنت مش متساوي، تمام؟ مش محافظش على الشكل، محافظش على نسبه الزياده، ما وحدش نسبه الزياده، لا الشكل مش حيتغير فيه كثير الشكل بس حتحسه وكانه المط انعمله ستريتش، تمام؟ مش مطعوج فرق. الان يا شباب في خصائص ضبط الصوره على سطح المكتب في عندي خيار اسمه ستريتش. ايش الستريتش؟ انه مدد الصوره بحيث انه غطي سطح المكتب بالكامل. هذا لو كانت الصوره عدد البكسلز اللي فيها قليل بتحس الصوره بتصير ايش؟ وكانها بتتنتف. تماما تماما. لو كان في عندك صوره مطبوعه على قماش، صوره مطبوعه على قماش ولما بكل قماش بوضعيته الطبيعيه بتحس الصورة تمام، شدوا تحسوا زي المزل لما صار في فراغات بين البكسلز، تمام؟ وبالتالي هذا في عندي هاي موضوع الستريتش. لكن في الاخر ما حدش بقول انه السكيلينج دائما لازم يكون القيمة ثابتة، او السكيلينج بدي اطبقه على الواي هو نفسه السكيلينج اللي انا بدي اطبقه على الاكس او على الزد. كذلك ما حدش بقول لي نفس الازاحه اللي انا بدي اعملها، لانه ممكن انا بدي اغير الشكل، بدي اعمل شيرينج للمثلث، بدي ابعده او ابطحه، يعني بدل من المثلث اوكي هاي المثلث بدل ما المثلث واقف بالشكل هذا انا بدي اروح ايش؟ ازق المثلث بالشكل هذا بحيث انه يصير فيه بدل ما كان متزايد متساوي اضلاع بدي اروح اخليه مثلا قائم الزاويه بشكل او باخر. هذا الكلام يقتضي انه انا قيمه الاكس مش نفس القيمه اللي بتتاثر فيها الواي، تمام شباب؟ الريفلكشن الانعكاس شو يعني انعكاس؟
انت رسمت على اليمين بدون عكس على الشمال. الان هاي الشكل شكله في اليمين، تمام؟ حسب اتجاه الانعكاس. اذا انا بتكلم على الانعكاس حول الواي اكسس معناته الشكل بده يصير هيك هم، مظبوط. واذا انا بتكلم حوالين الاكس اكسس معناته الشكل بده ينزل لتحت، بينما الانعكاس تماما بدك تتخيل المراه والمرايه محور الانعكاس الان ضروري يتحدد. هل في عندي انا الشكل، هاي الشكل الاساسي انعكاسه حول الواي اكسس، هيو بدك تضرب في سالب لانه السالب هو اللي بغير اتجاه في سالب، سالب واحد تمام، سالب لمين؟ للاكس. طب الواي بدها تضل ثابته، بدها تضل ثابته. لو انا سالتك قلت لك انا في عندي مثلث هم، بدي بس اسمع للاخر، بدي اعمل له انعكاس حول نقطه الاصل. هيك بده يصير شكل المثلث. فبالتالي طبيعي الان الانعكاس مباشره. انت الان تخيل المرايه تحت، انت واقف على سطح او ارضيه عباره عن مراه، بهمش يعني حتشوف راسك تحت رجليك، لا، الاصل انه منطقه الرجلين هم اللي عاملين عمليات انعكاس، مظبوط. وبتحس امتداد راسك، بتحس بطولك الحقيقي. لو كنت واقف بالاتجاه هذا المرايه على يمينك حتما مش حتشوف ايدك الشمال هناك، ولا شو رايك؟ فاللي حيبين الجزء المقابل اللي موجود. وبالتالي ما هو فعليا صار دوران بالاتجاه الثاني، عشان هيك ما فيش، بدك تراعي محور الانعكاس وين اتجاههم. واقدر، وزي ما قلنا سابقا، اللي بتعمل انعكاس للبوينت ضربها في سالب واحد، انعكاس مقداره 180 درجة، يعني على خط مستقيم. النقطة هذه بدها تصير هان، أو بين قوسين كل نقطة بدها تبعد نفس المسافة اللي بينها وبين محور الانعكاس، النقطة هذه والنقطة هذه متساويتين. روتيت هاي الشكل، هذا مربع قدامك، مربع الان روتيت، معناته انا بدي اعمله هيك، ده دوره عملتوش انعكاس، تمام؟ ايوه. الان الانعكاس، الانعكاس نتكلم على انه الشكل 180 درجه تغير. الان كمان مره، هاي مثلث بالشكل هذا وانعكاسه هان على الواي اكسس هيك انعكاس. روتيت ممكن يضل في مكانه يصير هيك، هاي روتيت، انا حركته شويه، قديش عملت له روتيت؟ في زاويه معينه حركته فيها، روتيت بمقدار 30 درجة، 90 درجة، 180 درجة، فبتصير الأمور. لما أنا بتكلم على انعكاس بتكلم على روتيشن 180 درجة. نعم؟ سكيلينج حنتكلم عليهم، حنتكلم عليهم. الآن معناته أنا صارت عندي، لما صرت بأتكلم على انعكاس، خلينا نتكلم في نرجع في الانعكاس مرة تانية، لما أنا بأتكلم على انعكاس دائما بتكلم relative to، تبعا لأي، لإيش؟ للمحور. الآن المحاور الأساسية اللي حتكلم عليها يا شباب هم الإكس والواي، تمام؟ لكن أحيانا ممكن أجي أقول لك لا، في التو دي كمان انعكاس على المحور عند الإكس تساوي واحد، اكس تساوي واحد، وين المساحة؟ هاي اكس تساوي واحد، تمام.
النقطة هذه ما صار لهاش تغيير بينما النقطة هذه هيها، النقطة هذه ما صار لهاش تغيير بينما النقطة الثانية هيها، النقطة هذه انتقلت لهان، وبالتالي وهاي هاي صح هيك؟ لا الشقلوب العكس. وهذه بدها تيجي هان، هاي العكاس. وبالتالي الانعكاس دائما دائما حوالين المحور. لو انا جيت قلت انعكاس حول نقطة الاصل معناته نقطة الاصل هاي المحور تبعي اللي انا بدي اتكلم عليه انعكاس. كل النقاط بدها تصير على الديستنس تبعتي هاي نقطة الاصل او هاي هيك، هاي المحور تبعي اللي انا بدي اعكس عليه الشكل. تمام. إذا أنا قلت انعكاس حول الـ X axis معناته الـ Y بده يتغير في سالب حول الـ X axis، الـ X axis الخط الأفقي، معناته قيمة اللي فوق بده تصير تحت. طب الـ X زي ما هي، طب واللي تحت في الـ Y بده تصير فوق. لو قلت انعكاس حول الـ Y axis الـ Y ثابتة، اللي بتصير التغيير على مين؟ على الـ X. الآن هذا الانعكاس بتغير في التنين. وإذا أنا تكلمت انعكاس حول نقطة الأصل معناته التنين بدهم يتغيروا، نضربه في سالب واحد. طيب وضحت الأمور يا شباب لحتى اللحظة؟ تمام. في حدا سأل أعتقد علي أو كامل مش فاكر أو معتصم، واحد من الشباب اللي هان سأل سؤال قال لي دكتور هل بقدر أنا أطبق أكثر من الترانسفورميشن في نفس الوقت؟ بقدر أطبق أكثر من الترانسليشن أو ترانسفورمز في نفس الوقت؟ آه بقدر. لو أنا أجيب قلت لك X تساوي 2X، أنا عملت سكيلينج للX زائد 3، عملت إزاحة، ولو كانت هذه سالب 2 معناته عملت انعكاس. طب اطبق مين فيهم قبل؟ مش هتفرق كثير معاك، مش هتفرق كثير معاك، لان هي عبارة عن معادلة رياضية. هتيجي تاخذ النقطة هيها 0 و3، وخلنا نقول الواي تساوي 1.5 واي زائد 1. هذه النقطة للترانسفورميشن تبعتها قديش الان؟ الاكس 2 في 0 0 3، وهذه 1.5 4.5 و1 5.5. النقطة كانت عندي على الرسمة 0 و3، هاي X axis الواي axis 0 و3 كانت هان، مظبوط؟ قديش صارت؟ 3 و5.5، هي 1 2، هي 3 تقريبا هان 3 و5.5. هل تم الانعكاس للنقطة هاي؟ هل تم الانعكاس؟ ما صارش في انعكاس لأنه الفاليو تبعتي 0، فراحت الفاكتور تبع الانعكاس يعني انمحى مالوش تأثير. لكن لو اجينا لنقطة تانية زي 1 و2، لو 1 و2، 1 و2 ايش بتصير شباب؟ سالب اتنين واحد، مظبوط؟ والتانية 1.5 3 و1 4، وين كانت النقطة تبعتنا؟ 1 و2، هي 1 2. الانعكاس هذا حول وين يا شباب؟ الواي اكسس. ايش صارت عند النقطة؟ 1 و4. لازم يكون مقدار زيادة اقل في الاخر.
الاخر في الاخر انا عندي الاشاره السالبه يعني صار في ريفلكشن. وعاده يا شباب عاده في المراه لما تطلع في المرايه بتحس الديستانس اللي موجوده بين جدار المرايه وصورتك. تمام يعني ايه؟ اوكي هي فعليا ما فيش شيء، مش موجود الديستانس صفر لانك انت صرت كلك جوات المرايه مظبوط، لكن بتحس انه فعلا في مسافه. يعني انت لو لصقت قربت من المرايه حتكون المسافه عندك يعني عفوا ببين لك المسافه بين الجدار او بين بدايه المرايه والديستانس ولا بين الصوره، يعني بيعكس صوره حقيقيه للاليمنت. وبالتالي لما انا اتكلم على انعكاس بدي انتبه كمان لما تنسخ لموضوع السكيلينج. هان انا صار في عندي انعكاس وصار في عندي سكيلينج مع بعضه، وبالتالي ممكن السكيلينج راح رمى النقطه بعد ما صار ودا الانعكاس جاب لي اياها الاتجاه الثاني، لما ضربتها في التنين عملت سكيلينج راح ردها والازاحه كمان. فعشان هيك انا ما شفتش تاثير الانعكاس فعليا الا غير لما يكون الانعكاس لوحده بتشوفه انعكاس حقيقي. تمام طيب ايش هذا له علاقته في المصفوفات؟ علاقته في المصفوفات انه لو انا اجيت كالتالي بدي يوصل لي انه هذه المعادلة مش هتهمني كتير سواء طبقت الانعكاس او السكيلينج او الترانسليشن في الاول. تمام تعالوا نراجع مع بعض او نشوف مع بعض بعض المبادئ اللي لها علاقة بالمصفوفة. بعيدا عن الترانسليشن الازاحة اكس برايم تساوي اي اكس زائد بي واي، هذا الترانسليشن الاول. واي برايم تساوي سي اكس زائد دي. لو الترانسليشن الثاني بده يصير على الترانسليشن الاول ايش يعني؟ بعد ما انا عملت ازاحة تمام بدي اروح اضرب في سالب، او بعد ما ضربت في سالب بدي اروح اعمل سكيل. انا شلنا الازاحة انا عفوا من هان، يعني بين قوسين صارت عندي الترانسليشن الثانية الترانسفورمز الثانية عفوا تساوي A كونست كوفيشنت جديدة في X برايم اللي هي نتجت عن الترانسليشن الأول. هي تماما لما أنا باجي بقول X برايم تساوي 2X أنا بعمل سكيلينج بدي أعمل لها انعكاس مظبوط اللي هي تساوي سالب 2x. صار في عندي كوفيشنت جديد. طب الكوفيشنت الجديد يعني بين قوسين صارت وكاني انا ضربت الاي الجديده او السالبه في كل المعادله تبعت الاكس برايم. وبالتالي هذه هي صوره المعادله النهائيه اللي موجوده عندي هان. الترانس يعني مفهومها يا شباب انه الترانسفورمز الثاني طبق على الترانسفورم الاول. يعني صارت عندي A أو X دبل برايم ترانسفورم الثاني تساوي كابيتال A ككوفيشنت مضروبة في الترانسفورم الأول. مين الترانسفورم الأول؟ هيو تبعت الـ X زائد B كابيتال في الترانسفورم على الـ Y وهي الترانسفورم الأول تبعت الـ Y. يعني هيك صار عندي الترانسفورم الثاني يساوي A كابيتال مضروبة في A X زائد B Y مظبوط زائد بي كابيتال مضروبه في سي اكس زائد دي واي لانها مبنيه على الترانسفورم الاول الموجود عندي هان. طيب شو علاقه الترانسفورم بالمصفوفات؟ الترانسفورم الناتج عنه اكس برايم واي برايم الكوفيشنت تبعوتي كانوا اي وبي وسي ودي. لو انا حققت الضرب هذا A في X الصف الاول في العمود الاول AX زائد BY هذه بتاعت مين؟ صف CX زائد DY هل الترانسفورميشن تبعتي. والترانسفورميشن هذا كمان الجديد الترانسفورميشن الثاني حتصف المسألة عندي عبارة عن مجموعة ايش؟ مصفوفات. المصفوفة الأولى في المصفوفة الثانية في الفيكتور الأخير اللي هو الكولوم فيكتور اللي هو الإكس والواي.
بناء عليه بتصفي المسألة عندي أي سكند انتهى الأمر. وأظن هذه الحالة هي نفسها ولا شو رأيكم؟ بس الآن هذه رو فيكتور وهذه كيد أو هذه كولوم فيكتور. طيب والديتيرمنت بنعرف نحسبه أخذناه مزبوط. الآن في عندي شغلة اسمها الهوموجينيوس كوردينيت. هوموجينيوس كوردينيت هوموجينيوس كوردينيت الهوموجينيوس كوردينيت لو كان انا في عندي نقطة اكس وواي الهوموجينيوس بوينت تبعتها هي عبارة عن x مضروبة في t زائد y مضروبة في t زائد t. يعني صار وكأني بتكلم على 3D point. الهوموجينيوس بوينت لنقطة في 2D تصير 3D. يعني لو أنا جيت قلت البوينت تبعتي هذه 1 و 3 هات لي هوموجينيوس بوينت إلها ممكن أتكلم 2 و 6 و 2 أو أجي أقول 3 و 9 و 3 أو ممكن أجي أقول 10 30 10. الفكرة كلها وين؟ في التي اللي هي الفاليو تبعت الزد 10 و 30 و 5. غلط ولا عمرها بتكون هوموجينيوس بوينت. ليش؟ 5 ضرب 5 في 1 استنى شوي احنا 10 قديش حطينا هان؟ هذه اللي غلط. كلامي صح لانه المفروض انا اضرب 10 هان المفروض 60. لا مش على 1 و 3 10 30 انت الان كمان مره بتقول 10 30 5 5. قول هذا الكلام غلط لانه كمان مره هي البوينت تبعتي. 5 في 1 5 اصل 5. 5 في 3 15. طيب فالهوموجينيوس لو انا جيت سالتك على اي نقطه قلت لك هيها النقطة 6 8 2 هل هي هوموجينيوس بوينت للنقطة 3 و 4؟ مباشرة خذ الاكس وقسمها على 2 وخذ الواي قسمها على 2. اذا طلعت او سين الزد اكيد اذا طلعت معك 3 و 4 معناته هي هوموجينيوس بوينت للنقطة هاي. ليش انا بدي اتكلم على الهوموجينيوس؟ لانه انا حاجة كمان شوية وكمان خطوة بدي اكبر المصفوفة تبعتي بدل ما هي 2 في 2 بدي اياها تصير 3 في 3. بس الواحد انا بديش اياه ياثر عندي في المساله. الان 1 و 3 و 1 هوموجينيوس بوينت للنقطه 1 و 3 ولا شو رايكم؟ صح باثرش في المساله لكن هوموجينيوس بوينت قدرت انقل البوينت تبعتي من ال 2D لل 3D بدون ما ايش؟ بدون ما اغير على النقطه بشكل واضح. تمام وبالتالي صرت انا بقدر امثل النقاط تبعتي بشكل عام. نقاط المثلث هذا ممكن اعملها انعكاس او اروح باتجاه الزد حسب قيمة الهوموجينيوس اللي موجود عندي هان. وهذا هو اللي احنا بنسميه تسلسل البوزيشن تبعت الفيوز. الان هذا المثلث لو انا بنظر له من النقطة هذه حشوفه كبير، ابعد عنه شوية حيصغر 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 مزبوط بيصغر. حرام عليك يا شيخ، انا صار النقطة تبعتي اكبر منه فعليا، صارت الفيو تبعتي كلها بتتسع ونسبة حجم المثلث للفيو كلها بتصغر. بس الفيو هو فعليا المثلث حجمه ما بتغير حاجة، نسبته للفيو. وبالتالي انا الترانسفورميشن او الهوموجينيوس بوينت هذه بتلزمني في هيك شغل.
للثريدي. هي الفكرة هيك. عشان أنا بكل بساطة بدي أدخل الفاكتور إي وأف معادلتي. أنا معادلة الترانسفورميشن تبعتي لما تكلمت على المصفوفات اتكلمت فقط على معاملين أو تو ترانسفورمز، تكلمت على السكيل وتكلمت على الريفلكت، بينما كانت المعادلة الأصلية إكس برايم تساوي اي اكس زائد بي واي زائد سي، وكانت الزد عندي او الواي برايم تساوي دي اكس زائد اي واي زائد اف. لما انا تكلمت على المصفوفات اخذت فقط مين يا شباب؟ اخذت اي بي ودي واي. طيب والسي والاف وين راحوا؟ طب ما هم هذول ترانسفورم مهم اللي هو بيعمل ازاحه، عشان انا اقدر اضمن وانا مطمن لازم يكون الكوفيشن تبعته واحد، لان الكوفيشن تبعته لا هي اكس، عفوا هذه مضروبه في واحد صح، مش مضروبه لا في اكس ولا مضروبه في زد ولا مضروبه في واي، وبالتالي انا بدي اياها كما هي. الحل انه انا اضيف او ازيد الدايمنشناليتي تبعت المصفوفه بصف جديد، لا صف جديد. الصف الجديد ايش القيم تبعته؟ صفر صفر واحد، عشان اقدر اجيب العمود. لما اقول لك الان خذ الصف الاول في العمود الاول هتقول لي ايه في اكس زائد بي في واي زائد اي في واحد. طب ما هي هذه اكس وواي وواحد هي عبارة عن هوموجينيوس بوينت للاكس والواي ولا لا؟ وبالتالي انا ما صار في عندي تغيير في موضوع الترانسفورم اللي موجود. بكل بساطة يا شباب، بكل بساطة أنا الآن بدي أجيب أو بدي أدخل الـ E والـ F على المصفوفة تبعتي اللي مثلت الترانسفورم. عشان أمثل الـ E والـ F يعني صار في عندي عمود ثالث، صار في عندي عمود ثالث، وهذا يقتضي مني أكمل المصفوفة تصير ثلاثة في ثلاثة. إيش القيم اللي حكمل فيها الصف؟ صفر صفر واحد. وكذلك بدي استخدم الكولوم فيكتور تبعي هوموجينيوس بوفيكتور او هوموجينيوس بوينت اكس واي واحد، عشان عمليه الضرب لما اجي اقول لك ها تعال نحاول نضرب المصفوفه كلها يا شباب. حضربنا الان اي بي اي في اكس واي واحد مظبوط، نتج عنها اي اكس زائد بي واي زائد اي سي دي واف سي اكس دي واي زائد اف. لا كمل عملية الضرب. الصف الأخير صفر في X صفر في Y زائد واحد في واحد، بالتالي المعادلة output ترى صحيح 100% مظبوط ولا لا؟ وبالتالي أنا هاي المعادلتين الأساسيات هذه مش حضيف لي ولا حاجة جديدة حتأثر في الترانسفورم تبعتي لما أقول لك واحد إيكوال واحد حتما لا. الآن معادلة زي هاي ايش بتعني بالنسبة لك؟ ترانسليت ولا سكيل ولا ريفليكشن؟ ترانسليت ازاحة مظبوط. هل بقدر اسقطها على المصفوفة تبعتي؟ اه بقدر بقدر. الان هاي المصفوفة وهان حيكون عندي اكس واي وواحد حسب المعادلة، واحد في اكس صفر في واي وهذه تي اكس لمقدار الترانسليشن. طيب بالنسبه لمعامل الواي صفر للاكس الترانسليشن صفر صفر واحد مش تي الاخيره صفر واحد هذه واحد، عشان عمليه الضرب في الاخر تساوي واحد يساوي واحد. الان لو ما كانش عندي هذا الترانسليشن في الواي صفر ما فيش ترانسليشن. طيب هذه المصفوفه الاولى هي اللي عندي هان. لو انا اتكلم على سكيلينج واي اكس برايم تساوي اس في اكس واي برايم اس اكس وهذه اس واي
في الواي. بدي اعمل مصفوفة بنفس الكلام. حاجة مباشرة هاي المصفوفة وهي عندها اكس واي واحد وهذه صفر صفر واحد. معامل الاكس اس اكس صفر والترانسليشن صفر. بالنسبة للواي صفر اس واي صفر. طيب تخيل الان انا الترانسفورميشن تبعي بقول لي اكس برايم تساوي اس اكس في اكس زائد تي اكس واي برايم ده تساوي اس واي في واي زائد تي واي. ايش اللي حيزيد عندي في المصفوفة؟ وكأني قاعد بجمع تي اكس. تي اكس وتي واي فاكتور اللي موجود عندي تبع الازاحة اللي عندها. خلصنا المحاضرة.